ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك، قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك، حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك الحلوة اللي فيك. لماذا يطلب الله من الشباب بشكل خاص أن يذكروا الله في شبابهم؟ هذا ما سنشاهده. مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين كل مرة تتواصلوا معنا بكل الطرق، سواء انك ترسل لينا عن طريق موقعنا على شبكه الانترنت www.livestorytv.com او عن طريق الفيسبوك صفحه او جروب حياتك في قصه، ايضا عن طريق اليوتيوب تقدر تشاهد كل الحلقات السابقه وتعمل لها تحميل في قناه حياتك في قصه على اليوتيوب. قصتنا النهارده قصه غاليه جدا جدا، قصه استثنائيه، قصة يعني كان من الصعوبة فعلا أني أكون بشارك فيها. قصتنا النهاردة عن حياة وعظمة ورائحة كريمة من حياة أخويا الغالي مجدي صبحي، اختبار أخويا مجدي صبحي. مجدي صبحي هو شاب خادم للرب يسوع المسيح من مدينة ديرمواس بمحافظة المنيا بجمهورية مصر العربية. ولد أخويا الغالي مجدي صبحي يوم 19 فبراير سنة 1969، ووصل للسماء فجأة، وكنت موجود معاه لما وصل للسماء يوم 16/9 سنة 2014. زوجته أختنا الفاضلة نادي عطية اللي ربنا أكيد مديها تعزية وتشجيع، وبناته أمجاد ومجدولين، وابنه ماجد يمكن ماجد 7 سنين. أخويا الحبيب مجدي صبحي بجد شاب جميل الشكل جدا، أشقر مع حلاوة العينين، لكنه جميل الروح. مجدي صبحي بيشتغل كان في وزارة الصحة في مدينة ديرمواس، وناس كتير من المشاهدين يعني أنا مش بزايد خالص لما بقولك أنه يعني ما شفت الشاب في حياتي تجتمع فيه هذه الصفات معا الرائعة وبدون مجاملة وبدون أي شيء، يعني يخدم الرب، اشتغل في وزارة الصحة، كان عنده شغل تاني في صيدلية لغاية الليل. ومن 3 سنين قبل رقاده ترك الصيدلية وكان بيروح شغله الصبح بس. فأنا قلت له ليه يعني شغلك في الصيدلية كان بيساعدك ماديا وكده؟ قال لي صدقني، وما كانش عنده اي مرض، قال لي انا حياتنا على الارض قصيره جدا، وانا مش عايز اروح السما وراسي فاضيه بالتعبير ده. قلت له يعني ايه؟ قال يعني المسيح يمكن يجي دلوقتي او انا حياتي تنتهي، خليني اخدم الرب واكون اثمرت شويه للرب. وما استشارش حد وترك الصيدليه، حتى الصيدلاني الكبير مدير الصيدلية جاني وقال لي تخيل يا اخي، حاول تقنعه انه ما يسيبنيش، هديله يوم الحد اجازة. هو كان رافض تماما واكتفى بشغل الصبح، وكان كل ليلة في بلد من البلاد بيرنم، ايوه بيرنم، بيعزف، ايوه بيعزف، كارث بكلمة الله، ايوه بيبشر، معلم في كلمة الله، ايوه معلم في كلمة الله، واعز، ايوه واعز. وليلة رقاده وصوله للسماء جاب من مدينة ديرمواس وقراها إلى الإسكندرية في العجمي، كان عندنا مؤتمر لشباب ثانوي اسمه بصمة، ففي خدمة بصمة جاب معاه مجموعة من الشباب وجي بيهم، وكان علي أول خدمة في خدمات بصمة في أول يوم خدمت وأخويا مجدي صبحي قاعد قدام،
ورافع ايديه كده زي الملاك، وشه زي ملاك صح زي القديس صفانوس بجد، ورافع عينه بيصلي لاجلي. بعد ما صلينا وخلصت الاجتماع وجهت دعوه للشباب اللي يحب يسلم حياته للرب، تقدم ناس كتير. وبمجرد ما خلص الاجتماع جاني مجد صبحي جري وحضني وقال لي مجدا للرب، نفوس كتيره جات للمسيح، انا كنت بصلي اثناء ما انت بتخدم. الكلام ده كان حوالي الساعه 9 بالليل، الساعه 7 الصبح صحي ب اتاك كبير، هارت اتاك ونزيف في المخ، وذهب مجدي صبحي الى السماء في شبابه. وانا لغايه دلوقتي فعلا مش قادر اصدق ان مجدي صبحي ترك الارض لكنه ذهب لمكان افضل للسماء، واكيد يا اختي الفاضله زوجته ناديه عطيه ولولاده وبناته اكيد الرب هيعتني بيهم، واكيد الرب هيوجد تعزيه. عايز اكلمك عن حياه مجدي صبحي اكتر وشبابه وخدماته وطاقاته والاستفاده من ده بعد ما نستمتع بترنيمه رائعه مع اخويا المرنم الحلو باسم شكري وايضا الاسيس والخادم بيتر انيس. ابقى مع الى ما بعد. بقدم نفسي ذبيحة حية لي مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيب عند رجلي، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. وبقدم نفسي ذبيحة حية لي مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيب عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الاول وقبل اي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. برجع عن كل اله عبدته معاه، بعلن سلطانك على قلبي الوحدة، روحك يشفي ارتدادي قدسني ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك. برجع عن كل إله عبدته معاه، وعلن سلطانك على قلبي الوحدة، روحك يشفي ارتدادي قدسني ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الاول وقبل اي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الاول وقبل كل شيء، كانت هذه الترنيمة مع أخويا باسم شكري وأخويا الأسيس بيتر أنيس، ونحن نتحدث عن خادم جميل جميل بمعنى الكلمة، أخويا مجدي صبحي اللي سافر للسماء، وهو يعني بنسميه شهيد الخدمة. ليه؟ لأنه كان جاي من مدينة دير مواس بالصعيد وجاب الشباب وحضر أول ليلة اللي أنا وعظت فيها وحضني وشجعني و انطلق للسماء في حقل الخدمة. يعني
فأنا بتوجه بكل تعزيتي القلبية لأسرته وولية والكل، لأنه يعني شخص خادم بهذا الشكل، مرنم وعازف ومبشر ومعلم وواعظ ورقيق القلب جدا. يعني قبل رقاد مجدي صبحي وصوله للسماء بحوالي شهر كنت أزور مدينة دير مواس، وكان حد جاني وأنا كنت مجهد يعني قابلته بسرعة، فأخويا مجدي خاف أن يكون الشخص ده مثلا اتضايق أن أنا ملحقتش وخايف علي أنا، اتصل بي بكل لطف وداعة قال لي حضرتك يعني تحب تقابله تاني؟ قلت له آه طبعا. قال لي أصلا أنا خايف لمشاعره تتجرح، وأنا يهمني كمان أنه ما يعني حس أنك أنت رحبت بيه في دير مواس. فعلا فعلا يعني وصل عند الرب يسوع المسيح. عايز أشاركك بثلاث كلمات، الكلمة الأولى عن التكريس في سن الشباب، والكلمة الثانية عن التضحية واحتمال الأتعاب، والكلمة الثالثة تحذر قبل أن تغلق الأبواب. الكلمة الأولى عن تكريس أثناء الشباب، سنه شاب معاه ثلاث أولاد اشتغل في وزارة الصحة لكنه مكرس للرب، حتى هو بيشتغل في الصيدلية كان بيلاقي كل واحد يجي له يبشره عن المسيح، يكلمه عن المسيح، يديله كتاب، يديله شريط. وما أحلى أن الشباب يكون للمسيح. طبعا هو رقد في سن الشباب 44 سنة، فأنا عايز أقول أن الرب بيقول أذكر خالقك في أيام شبابك. ليه أيام الشباب؟ لأسباب كثيرة. سن الشباب هو سن التغيير، يقول لك يتجدد مثل النسر شبابك. سن الشباب هو سن الشهوات، فلو أنت مش مكرس للرب في سن الشباب هيبقى شهواتك للعالم، أما الشهوات الشبابية فأهرب منها. سن الشباب سن دراسة كلمة الله، وده اللي كان عند مجدي صبحي دارس عميق لكلمة الله، وكان أيضا عمل اجتماع للناس الحرفيين اللي ما بيروحوش كنايس، هو وبعض الإخوة في دير مواس اسمه اجتماع المريح الحقيقي، يجيب الناس اللي بيقعدوا لليل ويجمعهم يوم الحد الصبح أجازتهم ويبشروهم بالرب يسوع المسيح في اجتماع اسمه المريح الحقيقي. كلمة الله الشباب وقت دراسة كلمة الله بما يزكي، يعني خليه حياته شهادة لامعة، بما يزكي الشاب طريقه بحفظه إياه حسب كلامك. سن الشباب سن دراسة كلمة الله، سن الشهوات المقدسة، سن القوة إنه يخدم ربنا. لكن أقول إن سن الشباب هو سن الموت. إذا دخلت على جوجل تبحث وكتبت بالإنجليزي بالعربي باللغة بتاعتك نسب الموت بين الشباب والأطفال والشيوخ، تلاقي أكبر نسبة موت مش بين العواجيز اللي في سن 80 ولا 70، تلاقيه دايما في المنطقة بتاعت الشباب، طبعا لأسباب السفر والترحال وحوادث الطرق والجيوش، الشباب بيكون بيشتغل يعني عساكر في الجيوش أو الضباط. لكن سن الشباب سن الموت. يعني المسيح ذكر عن ثلاثة، الكتاب ذكر عن ثلاثة أقامهم المسيح. لعازر كان شاب، وأتصور أنه مش متجوز لأنه كان ساكن مع مرثا أخته بيت مرثا. ثم ابن أرملة نايين قال المسيح صراحة أيها الشاب لك أقول قم. ثم ابنة ييروس ذكر الكتاب أنه لما المسيح أقامها كانت 12 سنة. يعني إيه؟ ابن أرملة نايين شاب، ابنة ييروس طفلة، لعازر شاب، يعني الثلاثة اللي ذكر قيامتهم للمسيح أقامهم كانوا شباب. عشان كده يقول كتاب في سفر الجامعة افرح أيها الشاب في حداثتك، وليسر قلبك وأسلك بمرأة عينيك، واعلم أن على هذه الأمور يأتي بك الله إلى الدينونة. تكريس في سن الشباب، يا رب تكون بتشاهدني وانت شاب وانت شابة، او حتى ام او اب، صلوا لاجل شبابنا، لان التكريس الحقيقي هو في سن الشباب. في شريعة كان اسمها النذير، يعني شخص مكرس لربنا. تعرف النذير كان اغلبهم ايه؟ اقمت من فتيانكم نذيرين في سفر عاموس.
يعني أكبر نسبة للمكرسين كانت ما بين الفتيان والشباب. قال له رب أنا مش هستنى لما أعجز، لأن أنا مش ضامن عمري يا رب، وعشان في قوتي دلوقتي ما أديش لربنا البواقي، مش لما الوردة تدبل أديها لصديقي، لا أديها له فريش. فوانت في سن الشباب ادي حياتك للمسيح، تكريس في سن الشباب، لكن تضحية واحتمال الأتعاب. المحبة وحدة قياسها التضحية، يعني واحد يقول له واحدة أنا بحبك، هتقول له قد إيه؟ يقول لها أنا هسيب لأجلك شغلي وأجيلك بيتك مثلا، هديكي وقت. فوحدة قياس المحبة التضحية. مجدي صبحي كان يحب المسيح ولأجل المسيح ضحى. وعلى فكرة في 4 أنواع من التضحية. أول نوع من التضحية التضحية بالمال، وهذا أقل نوع، مهم بس أقل نوع. ثم التضحية بالوقت، وهذا مهم أيضا. ثم التضحية بالجهد، وهذا مهم جدا. ثم التضحية بالنفس. أشكر ربنا أن مجدي صبحي كان أمين في 4. فهو ضحى بماله لأنه كان ترك الصيدلية وشغلها، وقال لي أنا عايز حاجة أعملها لربنا، ده سفك دمه، يعني إيه أسيب شغلي بعد الظهر؟ أنا عايز أروح أخدم الناس، أنا عايز أستغل ده حقيقي. وكأنه يا أخي كان حاسس أنه هيسافر بدري مع أنه ما عندوش أي مرض. تضحية بالمال ثم التضحية بالوقت. قال ليه أنا نص اليوم يبقى في الصيدلية؟ معلش أنا كفاياني شغل الصبح، ضحيت بمال وهضحي كمان بالوقت، هضحي بالوقت. وكل يوم أنا في قرية أو في مدينة وعلى حسابه، يعني في ظروفه دي. ثم ضحى بالجهد علشان يركب ميكروباص صغير ولا توك توك ويروح لبلد، وضحى بالجهد. ثم ضحى بالنفس، يعني ورقد في أثناء الخدمة، شهيد للخدمة، جايب الناس، ورقد في المعركة. وأنا بظن، أنا مش أنا اللي بقدم، بس من خلال إدراك لكلمة الله، أن مجدي صبحي نال إكليل الحياة اللي بياخدوه الشهداء. هتقول لي يا عم انت مزوق، لا، كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه. امينا الى الموت مش بس اللي يموت يعني يقطع رقبته، لكن شخص بيخدم ربنا ومات اثناء عمله في خدمه ربنا. ده حتى في المصالح الحكوميه يقول لك ده شهيد العمل، ده مات اثناء العمل، ده ليه معاش خاص. فضحى بالمال، بالوقت، بالجهد، وضحى ايضا بنفسه لأجل المسيح. يا له من تكريس واحتمال الأتعاب. أذكر خالقك في أيام الشباب، تضحية واحتمال الأتعاب. لكن أخيرا تعالى قبل أن يغلق الباب. إيه تعالى أن يغلق الباب؟ حياتي على الأرض قصيرة. مين يقول مجدي الصبحي سن 44 هيغادر الأرض؟ ما حدش يعرف. وكل ما أتمناه من كل قلبي، مجدي الصبحي وصل السماء وقلبه مولع نار بحب النفوس، حب المسيح، حب النفوس. وأنا بظن أنها تكون بركة كبيرة أني أركع في هذا المكان، وتكون هذه الحلقة يا رب في اسم الرب يسوع اللي يشوفنا على التلفزيون أو على الموبايل بتاعه أو على الكمبيوتر أو على اليوتيوب أو بأي طريقة، يبقى خلاص لي أركع في هذا المكان وصلي لأجلي. قل له يا رب شخص خادم ليك مات في شبابه اسمه مجدي الصبحي، ضحى بالمال وضحى بالوقت وضحى بالجهد وضحى بنفسه، وفقدنا شخص جميل في خدمة المسيح. أنا هكون ليك يا رب. مجدي الصبحي وصل السماء عندك، كرسني أنا يا رب، استخدمني أنا يا رب. لما مات موسى أقمت يشوع، ولما أخذت إلي إلى السماء أقمت أليشع. أقمني خادم أمين ليك يا رب. أنا بترك، بقدم نفسي ذبيحة حية عند قدميك كما سمعنا في الترنيمة. إن كنت في خطاياك صلي، قل له اغفر لي وحط الخطية، سامحني، استلم حياتي. استمر مصلي إلى أنك تسمح في قلبك الرب يسوع بيقولك مغفورة لي خطاياك. واظب على وصاية النعمة الخمسة، اقرأ الكتاب، صلي، ارتبط بكنيسة محلية، اقطع الماضي واشهد للمسيح، وبعت لي عن أخبارك الجميلة واختباراتك. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجكم حياتك في قصة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.